اليوم ولايه باتنا او عرب باتنا تحتضن البطوله الولائيه للاشبال والاواسط. فيما يخص الجانب التقني للرياضيين، ولايه باتنا معروفه بالمستوى الوطني والدولي في اختصاص الكاتا، حيث انها لديها جل الرياضيين في المنتخب الوطني، وهم ابطال افريقيا والعالم المتوسط والعالم كذلك. هناك مرتبه عالميه، مرتبه 10 اوائل. اليوم شاركنا في منافسه كاراتي دو في ولايه باتنا، صنف اواسط اشبال كادا جينيورا، بار ايكيب انديفيديال، وشفنا النيفو ربي يبارك، وانا بغيت نولي باطل الجزائر وحلمي نولي باطل الجزائر، والتوفيق لجميع الرياضيين. في منافسة ولائية كانت اجواء رائعة بيوم الجمعة، وانا اتمنى لنفسي النجاح واتمنى الوصول الى الشامبيونه. احلى عيد المنان من نادي اجات عين توتا باتنا. بغيت نقول لكم بلي هذه البطوله بطوله منظمه جيدا، وبين بطوله الاواسط والاشبال، وبالتوفيق ليوم زملائي.